منورين. ايه الاخبار؟ صوتك انت تعبانه النهارده كده شويه، صوتي بس تعبان برضو يعني في بحه حلوه. في بحه حلوه بالظبط. وانت جاي دايما كالعاده متفائل. ربنا، انا متفائل طبعا. انا ببارك طبعا للمنتخب المصري طبعا، لمصر كلها كلهم. طبعا تهيالي كده اتضحت البحه دي. اتضحت البحه يعني بقول الموضوع عشان الناس تعرف البحه دي جايه منين. فطبعا يعني الانتصار ده كان عظيم، المصريين انتظروا ده 28 سنه، يمكن في اجيال ما قابلتش الموضوع ده تماما. فده يعني كانت فرصه جميله قوي للفرحه، الناس كلها فرحت. هو ربنا اراد ان الشعب ده ما ينامش في اليوم ده زعلان. بالظبط، ده حقيقي والله. وبعدين هنا بقى نيجي نتكلم في الاراده. الماتش ده يعني هو حكايه في الاراده لاخر دقيقه، من اول الكابتن محمد صلاح يعني انا بتشوفي احنا بنتكلم في الاراده عشان نتخلص من السمنه، ما بالك بواحد شايل عبء 104 مليون بني ادم صحيح على كتافه. قد ايه التحول من لحظه الانكسار، ما خدتش اكتر من 30 ثانيه. الثقه في ربنا، يقوم الراجل عمال بيشجع الجماهير وبيشجع الناس، يلا في حاجه من جواه بتقول له لا احنا هنفوز. دي الاراده نفسها. صح. كابتن عصام الحضري والاراده، مهما يعني الناس بتقول، هو طبعا شباب وكل حاجه، 44 سنه ده شباب، ولكن طبعاً بالنسبه لسن الكوره قد ايه عنده اراده ان هو يكمل. هنا بنتكلم على فكره الاراده. صحيح، مفيش حاجه تقدر تهزمك، مفيش حاجه تقدر تكسرك، مفيش حاجه تقدر تخليك ان انت ما تقدرش ان انت تخس، ما تقدرش ان انت تقاوم اي مغريات. لا، ده في الدقيقه الاخيره وعبء نفسي غير طبيعي، وداخل يشوط ضربه جزاء وشاطها وجاب جون وفرح المصريين كلهم. هنا الاراده يا جماعه هي اكبر حاجه. صح. ما بالك بقى باراده بني ادم عاوز يخس. عايز يخس، صدقيني لو فكرتيه في النهايه ان الاكل وشهوه الاكل والكلام ده كله يعني كلام فاضي. نقدر نقاومها. الواحد لما بيحط حاجه في راسه بينفذها. يعني بالزبط. احنا دايما كانوا بيقولوا الماتشات والاستاد والتنظيم، الناس عشان عايزه تفرح وعشان عايزه تتبسط وعشان عايزه تكمل اليوم للاخر كويس، داخلين منظمين وخارجين منظمين. بالظبط. لا، من هي غير كانت وجود كانت حاجه كده جميله. بنهني الشعب المصري كله بالفوز ان شاء الله.